فكرت هيك براسي رهوفة بشغلة، بأنه فكرة الأمان أنا بنظري أجمل شعور بالعالم أن تجد شخص هو عبارة عن فكرة من الأمان في رأسك القلق. وإحنا كلنا رؤوسنا قلقة، مزبوط. كلنا أشخاص نعاني بشكل أو بآخر من تبعات الحياة الصعبة، من الذكريات طفولة عالقة، من ندوب موجودة بالروح لا تمحى. فلما تلاقي شخص عبارة عن فكرة من الأمان في رأسك القلق، اقترب. اقترب حين تطمئن، لا تقترب حين تنبهر. أنا بحس بأنه قمة رضا الله عنك إذا بتقابل شخص بتقرر أنه تكمل حياتك معه، بيكون هذا الشخص هو نصف صديق، بعض من الأهل، ومدينة من الأمان. أهم عنصر، أهم عنصر في أي علاقة ناجحة هو الشعور بالأمان.